اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه. مساء الخير عليكم، كما عودناكم دائما نلتقيكم في كل ليله سبت من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، واحنا نشهد امسيه جميله، ليله مختلفه مليئه بالغناء الشعبي الطروب وعدد من الفنانين اللي حيطربون في هذا المساء. ايضا كمان دعوني ارحب بكل الحضور الكريم اللي موجود الان، وايضا بالضيوف وباساتذه الغناء، الاساتذه الكبار اللي معروفين رواد الفن لهم باع طويل في الغناء. خلوني ارحب بالاستاذ عوض الكريم عبد الله، وايضا ارحب بالاستاذ الغامي اسماعيل حسب الدايم، اهلا وسهلا، وهو حضورا بيننا امام هذه الامسيه المختلفه، وهي دعوه للمتابعه وامسيه نتمناها طيبه للجميع. وايضا نرحب بالشباب اللي حيقيموا لنا هذه الامسيه الجميله، خلوني ارحب بالفنان مجدي سوركتي، وايضا كمان الفنان محمد يوسف وفرقه نور السعاده، ونتمنى ان شاء الله ليله سعيده مليانه سعاده، ونقول لمحمد حبابك 10 من خلال الشروق، ونسعد بالمتابعه ونسعد بالاغنيات الجميله. اذا هي دعوه للمشاهده والاستمتاع، نتمنى لكل الحضور اللي بتابعنا عبر الشروق الفضائيه. ترجمة
عليكي أما النوم بويا فاني أما النوم أبو جفاني واصبح داجي ساهر وين وين حط الطيف رحل خلاني ما طيب لخاطر قال لي يا طيف أجيب ورجع فايتني عابر قال لي يا طيف أجيب ورجاني فين فايتني عابر شن حارس وراك أنا تاني ياني معك مسافر وين وين حط الطيف رحل خلاني ما طيب لخاطر انت ما عارف العليا تراني تراني فوق رعي ساير وانت ما عارف العليا تراني فوق رعي ساير اكتب اسوي في اشعاري الحان ما لا اخر وين وين حط الطيف رحل خلاني ما طيب لخاطر اما النوم بويا فاني اما النوم داجي ساهر وين وين حط الطيف الطيف رحل خلاني ما طيب لخاطر الله لي الله
بسيب حب إن شاء الله لي يدوم. الله لي الله لي نار حرارة الساعات أمي وقل نوم عيني أي الحمان النوم من وسط مكسوم. عليك انسحاب
عشبك يا ليلى يا ربي
شكرا جزيلا.